هو يسأل عن الذين يصلون في الصفوف على كراسي، أين يضعون كراسيهم؟ لأنه أحيانا يؤذي أو يزعج أو يضايق الذي خلفه، هكذا. أي نعم. فبالنسبة للصلاة على الكرسي، أول شيء لا يجوز للإنسان يتساهل في هذا الأمر، يعني لا يصلي على الكرسي إلا إذا فعلا كان إيش محتاجا إليه، خاصة الفريضة. النافلة أمرها سهل، الإنسان يجوز له أن يصلي النافلة وهو جالس بدون عذر، لكن الفريضة الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. هذا الأصل. ولذا ذكر أهل العلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا بالقيام. وقال لعمران بن حصن: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا. فالجلوس عند عدم الاستطاعة، فإذا لم يستطع صلى جالسا على الكرسي. إذا كان العجز عن السجود وليس عن القيام، إذن يقف ويركع، وإذا جاء وقت السجود جلس على الكرسي. يعني يقول أهل العلم قاعدة تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الذي يسقط المعسور فقط، الميسور تؤديه، الذي تستطيع أن تؤديه تؤدي، الذي لا تستطيع أن تؤديه هو الذي يسقط، هكذا. فلذلك لا يصلي ساعة عن الكرسي إلا إذا عجز عن القيام. الأمر الثاني: أين يضع الكرسي؟ حقيقة لأن الكراسي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا، يعني ليس هناك قول فاصل يفصل في هذه المسألة، هل الكرسي يكون بالأمام ويكون يعني متقدم على الصف، أو يرجع الكرسي ويكون متأخرا أو مضايقا لمن خلفه. أول الأولى أن تكون الكراسي حقيقة يعني لها أرجل يعني نحيفة، حتى لا يضايق الذي خلفه، يستطيع يسجد بأريحية الذي خلفه. فإذا كان الأمر كذلك فالأصل يرجع الكرسي والحمد لله. لكن المشكلة صار الكرسي يعني عريضة أرجله ويزعج الذين في خلفه، يضطر إلى تقديم الكرسي. البعض يفعل ماذا؟ يرجع الكرسي ويصف بالصف تماما، فإذا جاء وقت السجود سحب الكرسي إلى الأمام حتى لا يضايق الذي خلفه. هذا ممتاز جدا، هذا ينهي المشكلة نوعا ما. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك أو لا يتمكن أصلا من القيام والقعود وسحب الكرسي وتقديمه وكذا، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لو قدم الكرسي أو تأخره لا يضر إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء يحرص أن ما يزعج الذي لا يضايق الذي خلفه. والله أعلم.